ده حبيبي معايا بشوش بيقول ويا شريف. نعم شريف، تعال يا شريف. اجي فين؟ ما كنا هنا كويسين شريف. اي حبيبي شني يا شريف. نعم شني بين ذراعيك. اشيلك ده ايه؟ انت فاكراني رامبو؟ شني شني وادخل بيا عش الحب وطير يا حمام. ايه النهارده اول يوم في شهر العسل. اول يوم في شهر العسل؟ امال العشر سنين اللي فاتوا دول كانوا ايه؟ كانوا بصل لب فجل اشغال شقه. هو احنا كنا فاضيين عشان نتجوز؟ ولما فضينا عايزين اشيلك شني عشان ندشن شقه جديده. امر الله. تعالى يلا حبيبي. ايه ده؟ انا بقولك دشني مش دشدشني. يا طلوعي شريف مالك يا شريف؟ مالك يا حبيبي ما بتردش ليه؟ مالك؟ النسا. ها؟ عرق النسا. ماله؟ طب هو عرق النسا بيبقى فين؟ استنى. هنا؟ هنا في من عرق النسا في مناخيري؟ عرق النسا اكيد في الحته دي لان هنا هنا اللي اتشال هنا اللي هو ميري عفاف سيدة نوال فعلا حصيلة مش بطالة. خرب على الكمبيوتر ده جهاز خطير. بعد يعني أزامي الحريم اللي أعرفهم هيحطهم في مخه إزاي؟ هو ده تينا. أنا شوف مواعيد النهاردة في حاجة النهاردة. تاتشر؟ لا تاتشر خلاص. بنازير بوتو كروزونا كينو. انت كورازونا كينو كان لا بلاش كورازونا كينو. تينا نا نا ام عفاف. ام عفاف ام عفاف. لا ام عفاف ماتت انا بنسى. تينا نا 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 روز بيف ده معادها النهار. كلمها دلوقتي. هو عنده حق، الراجل اتهد حيله بقاله 10 سنين بيشتغل في الكويت. هو بيشتغل 24 ساعة في ابو ظبي. يو قصدي في اليوم. ايه عايزك تشيليه؟ ده انت تشيليه وتشيلي ابوه. بس بقولك ايه، اوعي تشيليه في البلكونة يدلق منك. هو مين اللي يدلق؟ يا اخي جوزها. يا اخي يدلق من ايه؟ اصلها بتشيله يدلق منها. تشيله في البلكونة؟ ايوه. طب خلاص خلاص خليها تشيله في الحمام وتدلقه في البانيو. خلصيني. اسكت بقى بلاش دوشه. عايز التليفون. مش انت يا مشيره؟ يا اخي عايز اتكلم، عندي ميعاد مهم لازم اتكلم. يا اخي روح اتكلم من تليفونات الجيران. امال هم جايبينهم ليه؟ جيران جايبين التليفون عشان احنا نتكلم منه. ايوه اسكت بقى ثواني وحق. ايوه يا مشمش بتقولي ايه؟ يا خبر انا اشيل جوزي؟ لا ما اقدرش يا حبيبتي، انت عارفه ان انا طول عمري انا اللي بتشال، مش كده يا مراد؟ ايوه حبيبتي اهو. اسكتي هيشيلني دلوقتي. والله ما انا سايباك. تعالى مراد. تعالى هنا، تصدقي تمسكيش مني التليفون كده. ايه؟ مكالمة مهمة بس مش عندي شغل. يا سلام، بذمتك هتكلم الشغل؟ صفقة بربع مليون جنيه. بقى كده تخلص التليفون يا استاذ وتجيبولي جوه في الاوضه على طول. حاضر. مش كده برضه، برضه عندنا مسؤوليات، بيوت. الو نبيل بيه لو سمحت. الو يا صباح الفل يا صباح القشطه. انا اسف اتاخرت. معلش معلش يا بلبله. ها عامل ايه؟ ظروفي انا عايش في دوامه، انا ما بنامش لا ليل ولا نهار. انت وحشتيني وحشتيني. عامل ايه؟ ما انا معايا حقنه، معايا بالهارسيا بعيد عنك. يا لو تشوفي انا اللي بيجرالي ايه. انا خلاص بقيت شبه لينكلوستوم، بقيت عامل كده. انت اللي هتغيري لي حياتي. الله يخليك. انت لا نكته ايه دلوقتي؟ انا هاجي في معادي ده مش قادره. عرفت القط اللي قابل قطه قال لها ناو؟ قالت له نوت ناو. بايخه. الو في حد معاكي؟ امك معاكي؟ اصل سمعت صوت غريب. حاضر يا حبيبتي
حضري لي الاكل، اعملي لي بيض، بموت في البيض. بسم الهاري. الله يخليك. في بيض جنبيك؟ في حد؟ طيب يا حبيبتي انا جاي على طول. هجيب لك كل اللي انت عايزاه. سلم لي عليه. الله يسلمك. الو يا حيوانه يا جبانه، تلاقيكي سفره ومفعصه. حاضر، اما وريتك تروح فين. اتفضل. احنا هنسكر شاي ولا ايه يا مشير؟ نسكر ايه يا شريك؟ امال ايه المكسرات دي؟ ده اسمه فك حزام. هتفك حزام مين بقى؟ حزامي يا اختي، قعد العشر سنين يقول لي اربطي الحزام اربطي الحزام لحد ما ظهري اتقطم ومعدتي نشفت. ده المكسرات هي اللي نشفت يا بنت خالتي. ايه ده؟ انت عازماني على اكل مخزن؟ اعمل ايه؟ كنت مستخسره اكل الحاجات دي لوحدي، كان نفسي تاكليها معايا فخزنتها. وبعدين شريف كان بيوزني كل يوم، كان خايف عليا اتخن. تتخني ايه؟ ده مستخسره فيك يا عبيط. ايه؟ قومي حطي لنا فيلم نتفرج عليه. والله فكرتيني، قومي هوريكي حته فيديو اختراع. تسعة سيستم وحياتك. انت كنايبه طول عمرك فشاره. انت طول عمرك ملدوعه. مش فاهمه يعني. يعني ده هنتفرج على تسع افلام مره واحده؟ تسع افلام ايه؟ انا قلت لهم ايه السيستم اللي عندكم؟ قال عندنا واحد واثنين وخمسه وتسع. اه فانت اخترتي اكتر. بالظبط كده. انما بيعمل ايه؟ بيفكر في ايه؟ عباره عن ايه؟ معرفش. ادي الكتالوج، انت اللي بتعرفي انجليزي، اتفضلي اقري بقى وشغلهولي. احسن خليه دلوقتي. انما ما قلتليش انتوا ناويين ترجعوا شغلكم تاني ولا هتعملوا مشروع؟ مشروع ايه وشغل ايه؟ انا خلاص تعبت، لا مشاريع ولا بتاع. يلا بقى حسن الختام. سوي معاشي. جرى ايه يا شيرين؟ ما انت كنت ماشيه كويس، ولا ده اللي تعبك؟ ده طعمه غريب. احنا هناخد تحويش العمر كلها ونحطها في بنك ونعيش من فوائدها. المكسرات دي طعمها وحش قوي. ما قلتليش تاخد ايه؟ مفيش عسل وطحينه هنا. ايه يا ابني؟ لا ده محل كشري. ده حلو ده. اهو في عدس. هات لنا اتنين عدس. ما هو في عدس هو ده. لا زياده. خلي بالك دي شطه. ها؟ شطه دي؟ اه. يعني مش. ما قلتليش بقى جبتني على ملا وش في ايه؟ ها؟ خليت نزلت الجو وجيت لك جري. صحيح في ايه؟ تعبان. تعبان يا مراد. مش واخد على القعدة، طول عمري شقيان وبشتغل. يا راجل بلا شغل بلا وجع قلب. لا تعمل زي، حط فلوسك في البنك واقعدوا لموا في الارباح. اقعد انت ومراتك بقى حلوين، كله حلاوه كله جاتوه كله كل اللي تحبوه. حلاوه ايه وعسليه ايه؟ بقول لك عايز اشتغل، عايز اتحرك. ما هو برضه لا، ده شغل كله شغل. لا مين بيقول له؟ وزينب البسخاني بتوعك دول؟ أنا ما أحبهاش، ما أحبش الحركات دي. الحريم يا شريف، الحريم أحلى حاجة في الدنيا. اسمع كلامي، تقول لي الكشري. في كل العبر. عايش لي في وهم خالي البيه وجدي الباشا، ازاي ده بقى يشتغل؟ ياي طبعا يضيع برستيج العيلة. وأنت ازاي مستحملة المرستان ده كله؟ يعني هعمل ايه؟ ما انا لازم استحمل. لا وما يقعدش في مكان الا ولازم يحس ان كل اللي حواليه هم الرعايه وهو عمال يصرف ويبعزق. ويجي بقى لحد البيت ويقول لي امسكي نفسك يا شيرين، الفلوس هتخلص. يا خايبه، ده هو كده عايز يطلعك من المولد بلا حمص. لكن على مين؟ ده انا ناصحه قوي. لميت من ورا عزوماته دي يجي 10,000 جنيه ومخبياهم تحت البلاطه لوقت زنقه. يا راجل بلا مشاريع بلا زفت. خلاص خليك، او لو الفلوس خلصت هنشحت في الحسين. نشحت في انت بتنقي حتت غريبه نشحت فيها. ليه نشحت في الحسين؟ او نشحت في الزمالك؟ في جاردن سيتي؟ هو ده موضوعنا نشحت يا مراد؟ مش معقول يا اخي. طب عاوز تعمل ايه؟ مشروع ايه؟ العرق اسوس مثلا. ليه لا؟ هات اتنين عرق اسوس يا ابني. مشروع يعني احنا العرق اسوس ده نستغله، ده سلعه جديده نعبيها في ازايز وكام اعلان كده ونرميه على رمضان يجيب ذهب. لا انا عندي فكره، ما دام عرق اسوس نلبس انا وانت اللبس بتاع العرق اسوس ونقف في محطه مصر، الصاجات في ايدك وانا القدره في ايدي ونشتغل. لا انت هتهرج بقى يا مراد بقى، مش ممكن دي. انا هعمل مليون ازازه في اليوم.
بدل القزوزه والحاجات دي بقى العرقسوس مال السوق. ما دام بتتكلم في المشاريع انت كبرتها في دماغك. احسن حاجه نعمل شركه كبيره، شركه استيراد وتصدير، وهي مغامره. ايوه بس هنصدر ايه؟ انا يا ستي ما احبش المغامره. مفيش مغامرة ولا حاجة، انت اي اكل هتستورديه هتوزعيه في اقل من شهر. طيب هنصدر ايه؟ نصدر عيال. ايه؟ عيال؟ اكتر حاجة بتنتجها مصر هي العيال. انا موافق. ما شفت؟ ما لازم توافق، انا عارف ان انت كنت هتوافق. كشري اشتغل على طول عشان تخليك تكسب من المشروعات الكبيرة دي. بس على شرط. مفيش شرط، كفاية انا هنتشلك من الضياع والصياع. ومفيش بنات، ما تجيبش بنت المكتب بتاع زينب الفسخان انت. مالها زينب الفسخاني وثانية العجلات؟ ما فيش بنات من دي تخش بنات زلط. هو كده المكتب حمليه بنات، بنات رايحة، بنات داخلة، بنات قاعدة، بنات واقفة، كله بنات بنات. البنات يا شريف على رأي أحمد حسني وسعاد زكي، هو وهي البنات أفضل الكائنات. لا 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 يا مشيرة، أنا مش مقتنعة أبدا بالميكروباص اللي أنت بتطبخي بيه ده. ميكروباص إيه وبتاع؟ يا بنتي أنت طلعي الفرخة من الفريزر تروحي حطها في الميكروويف خمس دقايق وتطلع كده سخنة وكده باردة ايه ده يا شيخ؟ خلي لها ريحه ولا لون كده ولا طب ايه تفتكري ناقصها ايه؟ ناقصها طبعا الحبهان والمستكه والحاجات اللي احنا متعودين عليها. عاملاها اهو، خدي يا شيخه. ده ده يا تقريفك، ايه البودره اللي انت بتحطيها دي؟ عظيم فراخ. بقول لك ايه يا مشيره، انا هروح قبل ما اكل الفرخه دي وتطلبي لي هنا الاسعاف. سلام عليكم. هاتي الفرخه. لا بس تعرف يا مراد، موقع ممتاز. هايلة. انا بفكر الغي الريسبشن وافتح الاوضتين على بعض واعمل مكتب ليا ومكتب للسكرتيره. سكرتيره ايه؟ انت بتهرج؟ ده هي شقه كلها اوضتين. بهرج ايه؟ فهمني بس. لا 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 شريف. لا 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 فهمني بس يا شريف. لا فهمني، الشقه كلها اوضتين، انت لما تاخد الاوضتين وتفتحهم على بعض، انا اوضتين على السلم. لا على السلم مش وصول طبعا، مش حلو. ما انت خليته على اصول. افهمني، ما هي دي شركه استيراد وتصدير، لازم يبقى فيه بنات. احنا هنصدر بنات؟ لا بس هنصدر. لا البنات مش كلهم حلو والناس داخله تشتغل. لا 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 لا، انا السكرتير بتاعي او بتاعك لازم يكون حمش. لا لا لا، انا عرفت. حصيلة 87، ادي عندنا 3 بيض و2 سمر و4 بنات من تايوان و5 من السمبلاوين و3 قرع و7 حول. بتحسب ايه يا مرمر؟ انا دي بحسب حسابات حبيبتي. الحاجة غلت قوي قوي قوي. فين ايام زمان؟ عنه زمان فيهم. لا مش زمان قوي يعني، من ايام بس، ايام ما كان جوز البنات بثلاث فرد. مراد انت شايفني وحشه؟ فشر، مين قال عليك وحشه؟ قوليلي مين قال عليك وحشه؟ انا احط صابعي في جيبه. مراد انت ممكن تعيش انزوح وقليط زي ما انت عايز وتجيب كمبيوتر وتحسب اللي تحسبه، بس يا حبيبي لما يبقى بشغلك من جيبك بعرق جبينك، فاهم؟ مش فاهم ايه اللي عاجبها في ودني دي؟ مالها دي؟ ايه اللي انت حطاه في وشك ده؟ جبس؟ ايه ده؟ عسل ابيض وزبادي. يا نهار اسود ومنيل، تحط في وشك عسل ابيض وزبادي؟ ايه دول 5000 زبادي بس ونص كيلو عسل. الله، انت عايزه تموتينا يا مشيره. الله، احنا مش قلنا نمسك ايدينا ونربط بطننا؟ ما انا ماسكه اهو، من اهو شد اهو ماسكه اهو. ما كله علشانك يا حبيبي. علشان ايه؟ علشان ايه؟ هجيب رغيف واقعد اغمس من وشك عسل وبطاطس ولا زبادي؟ ده كله مرتين في الاسبوع بس. انت عايزه تنطيني؟ وانا اللي فاكرك هتقف ورايا عشان ابقى عظيم. فين الاكل؟ هتلاقيك اكلتيه كله. لا امال ايه؟ بيضه؟ لا. بطين؟ لا، خليها لك شويه. خليها لي شويه؟ طب قوم قوم اشوف الشويه دول. قوم انهارني. اتفضل اتفضل اتفضل. شفشف هنا، انا شفشف من غير شفشف. فين الاكل؟ الله، طب ما هي الفرخه زي ما هي اهي. اتفضل. امال انت كلت ايه؟ ما كلت فرخه تانية. فرخه بحالها يا مفتريه، انا دوب باكل ورك. عظم.
اعمل ايه بس يا حبيبي؟ ما انا سخنتها في الميكروويف 5 مرات، وانت عارف فراخ الجمعيه عظمها طري ما بيستحملش. 5 مرات في الميكروويف؟ معقوله؟ ده ميه. ايه ده؟ بيضه في قلب الفرخه؟ انت بتعملي الفرخه بالحوايج؟ ايه حوايج؟ الحوايج اللي هي الكبد والقوانص وبيضه اهي، ده كان لسانها ثانيه وبيض. مش فاهم ايه؟ الو؟ ايوه يا بيضاوي بيه. يا زفتاوي بيه. ثانيه واحده، زفتاوي بيه. تقولوا له بيضاوي مش عيل؟ زفتاوي تقولوا له بيضاوي؟ ايوه يا بيضاوي بيه. انا مؤاخذه يا فندم، زفتاوي انا اسف. انت ازاي تبعت فراخ من هنا بهذه الطريقه؟ ده انت بتاع الخرده والحديد. ايوه انت ازاي تحطها في الميكرويف 5 مرات عشان تتهري وتبقى بودره كده؟ لا لا مؤاخذه يا فندم، ده انا بكلم مراتي، اصل انا ما اتغديتش ولا ما باكلش ببقى عصبي شويه. لا انا اسف يا فندم، ما تزعلش، انا اسف. لا يا فندم تفضل تتشرف في مكتبي الجديد، هتلاقيني في السيفون في الريسبسيون. ايوه الريسبسيون، تلاقيني على اليمين وسمسمة على الشمال ومربي في النص. لا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. انها ما مشيت يا فندم، اتفضل اتفضل يا فندم. مع السلامه. اوكي مع السلامه. مع السلامه. خلاص 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 خلاص، ما شعرت انك خلصت. اهدى يا حبيبي، كل بقى عشان خاطري. اكل ايه؟ اكل بودره؟ اكل ايه؟ اعمل ايه بس يا حبيبي؟ ما انا 5 مرات اسخنها في الميكروويف، الفرخه من كتر ما طهقت مني فقست. فقست؟ امشي هات طبق الباميه اللي هناك ده وشيلي ده من هنا. ده يفتح لك نفسك. شوف خايف منك. ايه ده؟ مش ممكن، معقولة الجمال ده؟ بجد يا مراد؟ ايه الفرفان ده اللي حصل؟ عجبك؟ قوي فانتاستيك، بس انت النهارده تخبلي ما حصلتيش. بجد؟ يا خرابي. يلا بقى. بجد؟ يلا يلا خد الحباية بقى. لا مش هاخد الحباية. هو احنا كل يوم نعمل الهليلة دي؟ قلت لك مش هاخدها، أنا عايزة عيال. وأنا مش عايز عيال. نعم قصدي حبيبتي يعني انت العيله الوحيده اللي في حياتي، هنجيب عيال تاني. يلا يا بيضه. وبعدين انت يا استاذ شايل الحبوب دي كلها وحطيتها في جيبك وطالع نازل بيها ليه؟ مش انا الراجل، والراجل هو اللي بيشيل كل حاجه، مسؤوليه. يا سلام، فاكرني مش فاهمه؟ انت شايلهم عشان الصبايا بتوعك مش كده؟ يعني مش هتاخدي؟ لا مش هاخد. اوكي برفان وحش. صباح على خير. مراد مراد، انت هتنام دلوقتي يا مراد؟ لا مش هاخدها. خلاص اخدها انا. انا وانت واحد. الو اوكي يا
اوكي اوكي. ده متصل بالله ده ولا ايه؟ ها وان بيأثر. ياس اوكي اوكي. الله عندك انت وهي. لا بقول لك ايه بقى، انت زودتها قوي، خلي بالك انت هتشتغل هنا بفلوس. فلوسك؟ ما عنديش فكره. اه دلوقتي متصل بالله ده ولا مين دلوقتي هتعرف. عارف قاعدين كده هو مبسوطين قوي سايبيننا بره بنتهزق. تتهزقوا؟ مين اللي هزقه؟ اكيد البودي جارد اللي بره ده. انا الواد سليت البودي جارد ده، انت ما ربطتوش ولا ايه؟ ما اعرفش كنت ربطه. لما بيعمل معانا احنا كده امال هيعمل ايه مع الغرب؟ معلش معلش، اصل نظره ضعيف وتلاقيه افتكركم شحاتين. انا معلش معلش شحاتين، المره الجايه نديكم تصريح تخشوا بيه على طول. اصلا انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ ده ما كان شغل. انتوا ناسيين اننا شركاء ولا ايه؟ ولا عاوزين تاكلوها لوحدكم؟ انا وكل اللي على لسانك اكل اكل. معلش يا سيدي، ما هو ده زمن اصلا مش واثقين فينا. اجيب يا ناس. مش مسألة ثقة، كل الحكاية إن إحنا كنا قريبين هنا من المكتب، فقلنا نعدي عليكم ونفرجكم الفساتين الجديدة. هتلموا على بعض وجايين تفرجونا هنا في المكتب؟ ده مكان نتفرج فيه على فساتين، مش بنشتغل يعني. أنا عارف. لا بقى بره، ده مكان شغل. أكيد. أنا مش ماشية من هنا إلا ما تجيب الراجل ده وتهزقه هنا قدامي. وأنا كمان. أنا ستي دي شغلته وبيدي بجد، الله يمنع الناس اللي مش معروفين دول زيكم. الله، ده مرة منعنا من الدخول. دلوقتي أصحاب المكتب. أوه، في عندكم ستات؟ يا عيش. تعالى 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 تعالى. أنا عايز يا سيد. أنا كنت عايز إذن علشان أروح اسكندرية. أطلع البضاعة اللي في الجمرك. طلع بضاعة إيه؟ ما أنت من ضمن البضاعة. أنت عايز إيه؟ روح امشي. سيد بالمرة قابل عبد الهادي وخليه يجيب لهم يشربوا إيه؟ تشربي إيه؟ قهوة. قهوة قهوة، هنا كاكاو. أيوه. هنا كاكاو وهنا تشربي إيه؟ كاكاو. فريند. أوه نو. مسكت. مش ممكن. يا سلام، ولد 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 ناشف قوي حقيقي. يا نهار ابوك اسود. ايه ده؟ ايه اللي جابه ده هنا؟ ده جبته ماليش ده. ماليش دعوه، مراد اللي معينه. انا اللي معينه؟ ايوه. عجيب يا ناس. انا ابتديت اقلق يا بنت خالتي، انا خايفه من بكره واللي هيحصل. طب وبعدين احنا هنسكت لهم بقى؟ لا، لازم ناخد موقف. انت فكرتي في اللي ممكن نعمله؟ امال ايه؟ مشيرة هتسن السكينة والمقص، واختك شيرين اقوى من سنجام واروع من سراج. امال ايه؟ احنا جدعان قوي بالصلاة على النبي. شيرين بيه. نعم. سعادة وكيل الوزارة على التليفون. قول له عنده اجتماع على مستوى القمة. اوكي شيرين بيه، احنا سمعتنا في السوق زي الفل، وبعدين اديك هتجربنا في عملية صغيرة قبل ما نخش على التقيل. انا رأيي عملية اللحمة المجمدة دي مش موافق. انت ايه رايك يا شريف؟ مش بحب انا اللحمه اللي بتاع الجمعيه ولا المجمده. شريف بيه. ايوه. سعاده الوزير، الوزير على التليفون. انت قلت لوكيل الوزاره ايه؟ قلت له ان انت على القمه، اجتماع على مستوى القمه. ايه؟ شوف قول له، قول له عنده اجتماع على مستوى الذروه. اوكي. جامده شحنه اللحمه اللي مش عاجباك يا مراد بيه. هيجيبوا لك ارنب وسيادتك قاعد في مكانك. والله يا شريف بيه، فكر في الموضوع ده يعني. لا لا والله انا اسكلها بس. انا نص مليون جنيه تخسر ده بجنيه زبادي. لا 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 مش ممكن. لا مش ممكن. انا هسيب لحضراتكم كشف باسماء التجار اللي بنتعامل معاهم، ودي فرصه كويسه. يعني ايه فرصه كويسه؟ يعني العربون اللي هتلمه من السوق هيجيب حق البضاعه من دقنه وفتله. انا موافق في تلو بيدي، مشروع خطير. شريف بيه. ايوه. سعاده رئيس الوزراء على التليفون. مين؟ رئيس الوزراء. لا جنب هو ده. اقول له ايه ده؟ قول له كلمني بعد الغداء. رئيس اوكي. قلت له انا حاجه؟ لا مش وقتي. عطنا فظيع. طيب ان شاء الله نخلص العمليه امتى؟ زي ما سعادتك شايف. انا مراد بيه. نمضي امتى يا سعاده البلد؟ نمضي النهارده ان شاء الله الساعه 5 وربع. أوكي. بس افتل له بيه ودقنه بيه يجوا. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. ما عرفت له بيه. شريف بيه. مراد بيه. تليفون تاني. اجمل وزراء ما همش بتاعنا. هرب كل شويه. تليفون تليفون. هنا اف مش الوزراء. خلاص مشوا مشوا مشوا. مش الوزراء. مال مين؟ مال مين؟ وريني الضرايب يا بيه. ضرايب ايه؟ احنا عملنا حاجه لسه؟ ده ما كسبناش ولا مالين. خد يا كلمه. كانوا هنا وناموا. انت متاكد ان اللي بتعملوه ده بيزنس؟ لا امال بنلعب يا حبيبتي، احنا شغالين في الكاسيت كمان. ده انا عامل غنوه جديده للواد سايب كتف اسمها صرصور ودنه، هتكسر الدنيا. يا سلام. بس انا اتصلت بيك في الشغل بعد الظهر. ها؟ قالوا لي انك بره. طبعا هو يعني الشغل، ما هو الشغل شويه بره وشويه جوه. والبرفان مفحفح ده لزوم الشغل برضو؟ انا ما قلتلكيش ما احنا بنستورد عطور يا حبيبتي. يا سلام،
بتستوردوا عطور ايه؟ حريمي بس؟ معقول حريمي بس واحنا ما وراناش غيركم؟ لا بيجي لنا طبعا حريمي وبيجي لنا بناتي وبيجي لنا ستاتي، اخر عطر جالنا نسواني. وبتصدر لهم ايه يا استاذ؟ فلوس؟ لا لا شيري، لا لا ما تشوفيش كده يا ابو عماد، ما تحبش تعملي ده الكلام ده، انا جوزك كده اهو، انا راجل كده مستقيم وان واي من كباريه للشقه لل ميزتك الوحيده انك ما بتعرفش تكذب ابدا. اتفضل يا استاذ، جواب البنك اهو. رصيدك فين؟ رصيدك راح فين؟ في الهرم. في الهرم؟ قصدي عند شريف. وبيعمل كله ايه عند شريف؟ ما هو شريف عنده الدوره. نعم؟ عنده ما هو ناس دوره راس المال عند شريف، يعني شريف كده وانا كده قاعدين احنا. يا سلام، هو في حد بيشتغل بفلوسه في الزمن ده؟ افرض طاروا فجاه يا استاذ هتعمل ايه؟ لا لا طمني يا حبيبتي، ما تخافيش على جوزك، ما انا بشتغل في الباطن من تحت لتحت في النحاس. باطن؟ ما انت ظاهر عليك كل حاجه اهو. اتفضل بقى. خس عليك يا بتعه، دي ريحه تحطيها برضو. عايز انام. نشك يا ساتر. ايه رايك بقى؟ مش ايه؟ مش شامم حاجه كده؟ انا الحمد لله ما بشمش. بص عليك يا شرشر، انا قصدي على البرفان اللي انا حطاه. يا حبيبتي انا عندي زكام وعايز انام وتعبان، الدكتور قال لي ما تتحركش لمده 48 يوم، اوعى تيجي عند حد اتحرك. يقول عليك يا شريف تسيبني وتنام؟ بسيط، نامي زي ما انا ماليش نفسي انام. ما انا عايزين اعمل لك ايه؟ اغني لك؟ امال انا كنت متجوزاك ليه؟ هو هو نينا هو نموت باحلى جوز حمام. بس مش عايزه حاجه منك، مش عايزه حاجه. يا خدها. طب احكي لك حكايه من بيت امي. امك؟ انت هتحشر لي امك في كل حاجه؟ من بيت ستي. كان يا مكان. يا سعد يا اكرام، ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. ايه العرب ده؟ ايوه يعني ايه العرب؟ انا ما اعرفش حاجه اسمها عرب. بيعملوا بيه ايه؟ ايوه ده نبات ولا حيوان؟ عرب حيوان؟ لا 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 لا، خلينا في اليميش احسن. انت عارف ان مراد شريكي بيخاف يشتغل في حاجات ما يفهمش فيها. ايوه خلينا في اليميش. ماشي، مع السلامة. بونجور يا شرشورتي. ولا قلت لك 60 مرة ما احبش اسمع كلمة شرشورتي دي؟ كنت فين هربان بقالك 4 أيام؟ أنت عارف إن أنا كنت في اسكندرية. بتعمل إيه في اسكندرية؟ بتصطاد سمك؟ نو، كنت بخلص على البضاعة. إيه وخلصت ولا لسه؟ لا طبعًا ما خلصتش، لأن حضرتك ما بتضربش. يعني مش عايز تفهم السيستم بتاع الجمرك. إيه ده يا ابني؟ ما تتكلم عادي هنا. أوفن هو. ايه ده؟ وبقى خيط الفانيلا دي من هنا؟ طيب رفش عليها في المكتب كده وتخش تاني مره. طيب ايه السيستم ده؟ تدفع تطلع تصرف تخرج. اخرج ايه يا انت؟ انا مش مديلك فلوس عشان تدفعها؟ الفلوس يا رحالب اللي انت اديتها لي دي بتاعت الحكومه. خلاص انا مش هدفع ولا مليم بعد كده. بشوقك براحتك. عموما هما هيخلوا البضاعه في الجمرك لحد ما تبوظ، وساعتها بقى حضرتك هتضطر انك تدفع علشان تخرج البضاعه وتخش في السيستم. سيستم ايه وتخرج؟ امشي انا، امشي انت مرفوض من النهارده. امشي امشي على الفاضي. تجينا على الاول. ايه ده؟ انت تدفعش، ولازم تفهم بقى ان في مكتب عمل وانا هرفع عليه قضيه نفع. نفع مين يا ابن المجنون انت؟ اما ارفع عليه قضيه؟ والله انا ابلغ عنك المحكمه وربنا خلوهم يردوا عليك. تبلغ عن المحكمه دي بقى ان شاء الله. كنت حرامي ولا حرامي؟ لا ما بتروج الايدز. امشي انا في حد كفلت هنا ولا حاجه طهروا المكتب؟ ايه ده؟ طبعا زعلانه عشان كل السنين اللي احنا اتغربنا فيها عشان نجيب الحاجات دي من الكويت لقيت كل الناس عندها منه. اها بس جبت شقه؟ مفيش حد هنا قادر يجيب حتى حمام. الله اكبر الله اكبر. احنا بناش بس غير نقي الناس. وان شريف اتغير قوي، بقى انسان تاني. اتغير ازاي؟ طول عمري شايفاه وهو زي الكوره. كوره؟ فاكره يا شيرين انا حبيته ليه؟ حبيته لخفه دمه وشقاوته لكرش الصغنطط.
حبيته لبساطته وتلقائيته في الحياة. الشقة بيجمد أجدع العواطف يا مشيرة. عندك حق، أنا حاسة أنا متجوزة إنسان تاني، إنسان لا يسمع لا يتكلم لا يرى، لا يبتسم لا يتألم، لا إلا الألم هو حيلته غيره. ده أول ما يدخل من الشقة مشيرة مشيرة يا مشيرة يا مشيرة مشيرة. شريف حبيبي الحمد لله على سلامتك يا شريف. ايه مالك؟ ظهري ظهري ورجلي ودماغي. جرى ايه يا شريف؟ انت كل ما تدخل البيت ظهري ورجلي ورقبتي. تعبان تعبان ومش عارف اعمل ايه. خلاص روح لدكتور خليه يشوف لك حل. مفيش فايده، رحت لعشرين دكتور قالوا مفيش فايده، زار خلاص راحت علي. سلامتك يا حبيبي الف سلامه. الله خليكي كده. الله ايدك نوفالجين، تصوري الصداع راح. حطي ايدك على فاهم بقى. ربنا يخليكي ليا. اخبار الاكل ايه؟ مفيش اكل. ليه مفيش اكل؟ ما هو انا على بال ما جهزت كل حاجه وجيت اطبخ لقيت الانبوبه فاضيه. خديها وغيريها مشيرة. يعني هشيل الانبوبه على قلبي وانزل اغيرها؟ عنده البواب. ما انا جيت عنده على البواب لقيته راح يتفرج على ماتش كوره في استاد القاهره الدولي. للزمالك بيلعب النهارده ولا ايه؟ وايه علاقه الزمالك بالبواب؟ مش خبرناش ولا كلمه عني ما اكلت. ايه لا استنى عايز اكل اي حاجه. مفيش اكل مفيش، ما احنا هاجي لازم نطبخ النهارده. انت ناس ان احنا عازمين ناس على العشاء. انا عاوز ايه؟ ما اعرفش بقى. انت يا اما تنزع الانبوبه على كتفك وتنزل تغيرها يا تروح تنادي بواب من استاد القاهره. روح للسادة عشان انا نادي بواب. هاي يلا بالشكل ده اخصائي ما ينفعش، ده عايز له مستشفى تخصصي. هو انا اللي قلت ان احنا اول ما هنرجع من السفر هنرتاح. ومين مرتاح يا مشيرة؟ تعالي شوفي بنت خالتك وخيبتها. ايه ده انت كمان تعبانه مع مراد؟ لان مراد اناني جدا وما بيحبش الا نفسه، والانيل من كده انه طالع فيها على الفاضي عاطل بالوراثه. ميراث ابوه ده هو اللي مخليه عامل بيه، يعني متفرغ لك. خدعوكي فقالوا. مراد عايش في وهم انه من سلاله البشوات واكابر البلد، شهريار العصر الحديث. شهريار يا خبر. وبتعملي ايه؟ شغلتي بقى طول العشر سنين اللي فاتوا اني احلق عليه. بحبه يا مشيره، اعمل ايه؟ انا بقول لو جبنا حته عيل مسيره يعقل. طب وما خلفتوش ليه؟ هو مش عايز، عايز يفضل عايش كده حر طليق، وما يهموش عايش مع مين ولا شكلها ايه، المهم انه يثبت رجولته. انا مش مصدقه الكلام ده يا شريف. لا صدقي يا حبيبتي، انا احكي لك حته حادثه حصلت لنا. مره جبت واحده شغاله ست كبيره قوي. اتصدرت. ايه ده يعني طلعت فاسده؟ يا ريت فاسده. امال ايه؟ معفنه.
ما نقدرش نقلبها كباب. ما ينفعش اي حاجه خالص. الفلوس الفلوس ما خدناهاش. اتصادرت كمان. كله اتصادر. مش ممكن يا رب. يعني عليه العوض ومنه العوض. انا يا عفليت الغي الصفقه الثانيه دي. الغيها. خير يا دكتور؟ لا خير ان شاء الله. الظاهر ان عنده صدمه عصبيه. طب يعني يعني اتجنن يعني؟ لا مش قوي. مش قوي؟ طب يعني ازاي يا دكتور؟ يعني واحد حاطط انبوبه بوتاجاز طول النهار وقاعد يشم فيها يبقى مش قوي ازاي؟ نعم؟ يعني ايه يعني؟ ما تيجي بقى تاخد بدلتي وتمسك شنطتي وتسال الدكتور انت. انا ما مقصودش يا دكتور، بس احنا عايزين نطمن عليه. يا ابني اولا الانبوبه فاضيه. ده عنده احباط، عنده احساس بخيبه الامل. هو اللي عنده. انت جبته منين ده؟ ده بان عليه دكتور اطفال. ده اخصائي كبير يا شريف. ده اللي انت شايفه ده استاذ محترم. خير يا دكتور؟ لا خير ان شاء الله. الظاهر ان عنده صدمه عصبيه. طب يعني يعني اتجنن يعني؟ لا مش قوي. مش قوي؟ طب يعني ازاي يا دكتور؟ يعني واحد حاطط انبوبه بوتاجاز طول النهار وقاعد يشم فيها يبقى مش قوي ازاي؟ نعم؟ يعني ايه يعني؟ ما تيجي بقى تاخد بدلتي وتمسك شنطتي وتسال الدكتور انت. انا ما مقصودش يا دكتور، بس احنا عايزين نطمن عليه. يا ابني اولا الانبوبه فاضيه. ده عنده احباط، عنده احساس بخيبه الامل. هو اللي عنده. انت جبته منين ده؟ ده بان عليه دكتور اطفال. ده اخصائي كبير يا شريف. ده اللي انت شايفه ده استاذ محترم. طيب نديله ايه؟ ما تديلوش. طب روشته؟ مفيش. طب ينام؟ ما ينامش. يقوم؟ ما يقومش. ما يروحش ال ما يقومش. ما يقومش؟ ما يقومش. ازاي بقى يعني؟ معقول ده الدواس كده؟ يا عم ماشي، قول له عايز كام وخلاص. ايه ده خطير. اسكت انت، انا فاهم اعمل ايه. طب اسمع، انت عايز ايه دلوقتي؟ 75 جنيه. مش كتير؟ كتير ايه؟ انا سايب العيانين الموتى في العياده. مرض ايه؟ متشكرين يا دكتور. العفو. انت عنوانك فين؟ نعم خلاص مش عارفه. بس الحمد لله طمنا. لا الحمد لله. الحمد لله. كنا فين؟ لا جبنا نتيجه. وقال كله مفيش. الحمد لله على السلامة. كويس ان احنا اطمنا عليك. لكن الدكتور قال عنده ايه؟ الحمد لله ما وصلش دكتور. ايه؟ مشيرة فين؟ مشيرة مستنياني عند الكوافير. خسارة، كان نفسنا تبقى موجودة عشان تعرف اخر قرارات الاستيرادات والتصديرات بتاعتنا. هي خير؟ هتقول؟ لا لا قول انت. انا ما نقول سوا. يلا نقول سوا. احنا خلاص بقينا على الحديدة. نعم؟ يعني ايه بقيتوا على الحديدة؟ فلستوا؟ الحمد لله. يا سلام، وعايزين نصدق الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ يا عم سيبك منها، مش قلت لك مش هتصدق حاجة لا هي ولا مشيرة؟ انت تسكت خالص، ليك عين تتكلم بعد كل اللي عملته ده؟ مش كفاية ان مشيرة ضيعت من عمرها 10 سنين او انت معاك بره؟ يا حبيبتي هي التجارة كده، مكسب وخسارة. وهو اللي انتوا عملتوه ده اسمه تجارة؟ دي حمارة، خيابة. اوكي انا موافق، انما احنا نيتنا كانت سليمة والاعمال وبالنيات. ها طب والحل؟ ايه الحل؟ احنا هنبتدي من الصفر من تاني ونفتح شركة استيراد وتصدير جديدة ونصدر كميات من البط او الطيور. موافق. ابتديتوا تقولوا اقتراحات خايبة ومشاريع خايفة. انا هقوم اروح لمشيرة. هو فرصة برضو انت عند مشيرة. هكون انا والاستاذ شرف فكرنا في مشروع تاني. ايه رأيك في تعبية العرقسوس في ازايز؟ انتوا تسكتوا خالص وتبطلوا تفكير من هنا ورايح. من هنا ورايح احنا اللي هنفكر في كل حاجة. طب الزبيب، الزبيب مشروع الزبيب ده كويس. بس لو افهم ايه اللي بيدور في دماغك دي. ما انت لو وعدتيني انك تقفي معايا وقفه رجاله هقولك. اوعدك بس بلاش وقفه الرجاله دي. انت عارفه ان بنت خالتك كلها انوثه. لفرحتك يا اختي احنا هنقص شعرنا عشان مش هيبقى في وقت نعمله ولا في وقت نيجي عند الكوافير. هو ايه ده؟ وده علاقته ايه بالمشكله اللي احنا فيها؟ ازاي بقى؟ احنا لازم نتصرف، لازم نثبت لهم ان احنا اجدع منهم. اطمني انا بانوثتي اجدع من 100 راجل. انسي انوثتك دي خالص، فضحتينا. انسيها خالص، استرجلي كده وانشفي. احنا لازم نشتغل ليل نهار
لازم ننقذ المركب، لازم نمسك الزمام. دهدولك الكلام. زلبطة. زلبطة ايه يا مجنونة؟ اوعى تسمع كلامها. زلبطة. قصرهولها شوية بس. زلبطة زيرو. خلاص خد لها دقنها بالمرة. ما انا لسه حلقاها. دش. فين؟ العب. دويك. العب دويك. دش. مين؟ دش يا بنسون. بنسون ايه وليلتين طلاقة؟ مادام مش لاقيين حل خلاص دش يا بنسون. انا مخي هينفجر. دش. احنا نسلم امرنا لله. انت تقطع رقبتك وانا اقطع مناخيري ونشحت على باب السيد. بقى انا عمال اهرف نفسي وانكت وانت بتهزر. دش. انا قلبي حاسس انه مشيرة مش هتسكت يا مراد. وعشان كده بقولك لازم نقوم نروح عشان نعرف ناويين على ايه. انا خايف اروح يا مراد. امال انا اعمل ايه؟ طب ايه رايك لو نروح القسم نعمل لهم محضر عدم تعرض؟ تجننت؟ عايز تعقد المساله اكتر واكتر؟ اكتر. دويك اصلك مش عارف مشيرة عملت ايه الصبح؟ عملت ايه؟ حضرت الاكياس. اه العب. دش. حل انت. مفيش غير دش وياك. بعمل لك ايه ما انت؟ انت قلت حضرت ايه؟ الاكياس. يا نهار ولا فقدت الذاكرة؟ انت حلقت قرعة؟ كنت حلقت زلبطة عشان تبي مشيرة الزلبطة وقفت على المحطة. خلاص خلاص خلاص. انت ايه ده؟ كنت فين؟ انا كنت مع مراد على القهوة بشة بنسون. تصبح على خير، انا هنام هناك. تعال هنا تعال هنا. مشيرة بقولك ايه؟ ما تضعيش نفسك او انت. يا استاذ انا اعلنت عليك الحرب على الرجالة كلهم. انا كان قلبي حاسس، انا قلت لمراد نعمل محضر عدم تعرض، ما سمعش كلامي. اذا انت كنت ناوي تعملي حاجه بلاش، انا هنتحر من نفسي. من غير ما تموتني ولا موتك. احنا هنغير المواقع. انت قريت الجرايد بتاعت النهارده؟ ازاي؟ طب تعالي نغير المواقع. اتفضل. هنغير المواقع في الحياه. انت تبقى انا وانا تبقى انت. انا ابقى انت وانت تبقى انا. ازاي يعني؟ يعني انت تقعد في البيت تكنس وتمسح وتطبخ وانا اروح الشغل. يعني انا ابقى اسمي شريفة وانت تبقى اسمك امشير؟ مش مهم الاسماء، مش مهم الصفات، المهم العمل. عمل؟ لا بتخرف ده. لا حول الله يا رب. هي صحيح صدمة شديدة بس مش للدرجة دي. انت خدت فرصتك، واظن من حقي بصفتي شريكة حياتك ان يتحمل المسؤولية. انا الراجل وهفضل طول عمري الراجل. محدش قالك انك تبقى واحدة ست، ثم ده منظر واحدة ست. مال الكلام اللي انت بتقوليه ده معناه ايه؟ معناه انك انت تاخد شغلتي وانا اخد شغلتك. يعني انا اكنس وامسح وانزل اجيب الخضار؟ ما حدش قال ان الست هي بس اللي تمسح وتكنس وتجيب الخضار. وبعدين انا لعلمك انا بنكشر كده يا جدعنة. انا خلاص قررت وانتهى الامر. قررتي؟ قررت يعني ايه؟ يعني من بكره الصبح هبقى في المكتب انا ومؤشيرة، وانت هتقعد في البيت. انت بتحلمي يا هاني، فاهمه نفسك مين؟ المرأة الحديدية؟ دي حياتنا احنا الاثنين يا استاذ، ولازم يبقى ليا دور فيها. خلاص يا حبيبتي فلست، معلش ولا مليم. هتبتدي ازاي؟ هنبتدي من الصفر، هننحت الصخر بضعافرنا. اذا كنت انت اتهزمت يا استاذ فاحنا ما نعرفش الهزيمه. مشيرة؟ ده كلام مشيرة صح، بس مشيرة بقى ليها راجل يترد عليه. شغل النسوان ده انا ما احبوش. راجل والست تقعد في البيت. ارجوك وعافيك دنا 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 حواليا كتير. اهلا يا مرمر. يا شريف يا اختي. هي ما بتردش ليه؟ مرمر يا مرمر. ايه في ايه؟ انا اسف يا تيزا. اميجي شريف خليه يكلمني. شفتي؟ شريف خد موقف وجاب امه تقعد معانا. انا كمان هجيب امي وتيزتي يقعدوا مع بعض هنا.
عايز افهم ايه اللي بيحصل ده وازاي انت توافق على اللي بيحصل ده. ايه احنا بقينا ايه يا اختي؟ يلا الراجل مننا لازم يحافظ على بيته ومراته. مين اللي بتتكلم؟ ها اصبر اصبر يا مرمر. بلاش مرمر دي، ما تخلي عفريت الدنيا تتنطط في دماغي. مالوش لازمه الكلام ده يا مراد. جميل راتب ايه؟ هاي تجربه واذا فشلت نبقى خالصين. هات المفاتيح. ايه يا اختي خدي. عايز ارجع الاقي الشقه زي الفل يا اختي. اموري انا اقدر اكسر لك كلمه؟ شفت ادي شريف اللي كنت بتقولي عليه مش هيوافق. هات انت كمان مفاتيح المكتب وتسبقني على البيت واجي الاقي الغدا جاهز والسلطه اللي بحبها. فاهم يا مرمر؟ شيرين اسحبي كلامك ده. مش هسحبه يا مراد. عايز ايه؟ لا عايز يعني ما تتاخريش، اصل بخاف من القعده لوحدي. يلا مشير. بخاف منها موت. احنا الحمد لله وقفنا قصادهم يعني الحمد لله. وانت بالذات الحمد لله. طبل طبل على طبل، خليك هلين على الطبل، من يوم ما عينك رحل لي من يوم ما عينك هلين لي الرحمه يا نسواني. اتفضل يا فندم. بشغل فيك. ايوه بس انا جايباهم باكتر من كده يا بني. معلش احنا بنشتري دهب بس خام، ما بنشتريش من صناعيه. طب يعني مش ممكن اكتر من كده؟ مش معقول حرام يعني. عارفه يا مدام انت لو انت زبون عندنا ما كناش اشتريناهم منك. طب عشان خاطرك 20000 جنيه. خلاص ولا يهمك يا مشيره، ال 20 دول على ال 10 اللي معايا ونبتدي سوا. هتشاركيني؟ اه طبعا، من هنا ورايح نحط ايدينا في ايدين بعض يا بنت خالتي. الذبح هو بيصلي؟ انا ما عنتش هصلي قدام مراتي. ايه اللي بيحصل في الدنيا دي؟ ايوه طيب يا مين؟ مؤاخذة يا شريف بيه، لا مؤاخذة حقك عليا. اه في ايه؟ انا بس عايز اخلي الفاميليا تعدي. تعدي فين؟ من المطبخ على السطوح. طب ساعتين تضرب الجرس عشان تعدي؟ طب ما كنت طلعت من السلم الشغالين. لا مؤاخذة يا شريف بيه، الفاميليا تتعب. ثم كمان حبيت اطمن عليك، بقالك خمس ايام ما بتنزلش عشان اشوفك. انت مالك ما بنزلش؟ انا حر يا اخي، الله يفرض انا عيان. طب ايه دي الفاميليا دي؟ ايوه يا فندم. انت بتخبي ايه؟ طب ما مش ممكن يكونوا الفاميليا. ايه؟ انا دول بيض وانت اسود، ازاي حصل؟ اصلهم خدوا ضوء. خدوا ضوء فبيضوا؟ ايوه. بقول لك ايه يا شريف بيه؟ ايه؟ انت باين عليك عيان فعلا، الشقه مكركب خالص. بقول لك ايه؟ انا هسيب لك سعاد تنظف لك الشقه وتخليها تبرق. سعاد مين؟ سعاد مين انت؟ هي القمر دي؟ لا 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 مش عايز اخدها واتكل على الارض والفاميليا بتاعتك. يا بيه جربها، دي لهلوبه. لهلوبه؟ انت بتعرفي تنظفها بيت وتعملي؟ ها؟ ايوه. طب خش خش على المطبخ وانت خد الفاميليا ووقف الباب وراك. حاضر يا بيه. انا حواليا كتير ملهم ولا تأثير، انما قلبي معاك وبعشلك دو أثير. ده انا حواليا كتير. ولد ودول دول بتوعنا. اخر المطاف نقعد نلعب كوتشينا والهواني بره. اسعد ايه ده؟ افتكرت اهو، كل ما انده عليها كده وتتخض توقع اللي في ايدها على طول. من سعاد دي؟ اه سعاد. يا سعاد بس بقى عشان تكسر الدنيا كلها. يا سعاد بس كده هتهد الشقه. بس نفعاني. نفعك ازاي؟ يا موت وخراب ديار. لا لا بتغسل المواعين وبتكسرها. ما نشوف ايه. سعاد سعاد شفت هتعمل ايه؟ ما حواليها كتير. معقوله ده اهو كله راحه. خد بالك من ده، سيب دول اوريك. سعاد كله راح.
هاتي مفيش اطباق تانية يا بنت. بقول لك يا بنت ما تغسلي التلاجة. يعني ايه ما بتفهمش في شغل البيت؟ اشحال ما كانش كل حاجة بالكهرباء. أنا ما بفهمش في شغل الكهرباء ده، بكهرب. اشمعنى أنا كنت بشتغل بيه؟ والله ما أعرفش بقى. والله لازم تتعلم زي ما انا بتعلم شغلك، وناوي تعتمد على البنت بنت البوابه الصغيره المجنونه دي اللي كسرت لنا كل حاجه. حرام عليك، ده ابوها غلبان وراجل محترم، انا شايفه امبارح لسه من بنت غلبانه منكسر. ابوها ميت يا ابوها عايش. بره نافع ولا جوه نافع؟ فاكرني ايه؟ مشيره بعيونك اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه؟ فاطمه بعيونك مني؟ انت بتبرطمي تقولي ايه؟ خلاص احنا فين؟ انت ترجعي موقعك وانا ارجع موقعي. وانت ليك موقع يا استاذ؟ اه موقعي هناك في المكتب، وانت موقعك هنا على السرير وهو في داخل المطبخ. ايوه صباح الخير. صباح النور. انا مدام بوسي جارتك، مش ممكن اسيب البيبي ده عندك لغايه لما اروح الشغل واجي؟ ها؟ الكريم لبعضيها مش كده ولا ايه؟ باي باي. يا بوسي. بوسي هرسوا دمناي الجيران لبعضيها ايه؟ ما فاهمين بيتنا ايه؟ الحمد لله. لا تاني لا، خدي خدي ال صباح النور. صباح النور. على بالنا اجيب حاجه واجيب. خليهم يا حبيبتي، خدي خلي ده كمان. صباح الخير يا استاذ. يا الو اي خالد. طب متشكره جدا. طب لحظه واحده من فضلك. الو اولا ندرس ثم نخطط ثم نتحرك. ثم نتحرك ببطء ثم هجوم سريع. يا ريت ما شاركنا بعض من زمان. احنا فعلا احنا الاتنين بنكمل بعض. ولا يهمك، انت الشك وانا المضمون. ايوه انا الشطه وانت الكمون زي بعض. الباب خبط. اترسمي اترسمي. هات الشك يا هدوء. ادخل. العقد يا مشيره هنا. من نسختين يا سند؟ طبعا يا فندم. مفيش لزوم نكتب عقد بينا يا مشيره. جرى ايه يا بنت خالتي؟ بيزنس از بيزنس، ده يضمن لك حقك عشان حقك ما يضيعش ابدا. ربنا ما يحرمناش من بعض، بس احنا لازم نحتفل بمناسبه اول عقد نضيف شركتنا. عندك حق. بقول لك ايه يا سناء، عايزاكي تروحي تعزمي كل الموظفين والموظفات عندي على الغدا النهارده في البيت. ايه ها؟ يا ريت. حاضر يا فندم. الف مبروك. الله يبارك فيكي. معلش بس مش حاضر اجي لان ده معادي مع خطيبي. ايه وفرتي انت وخطيبك يا سناء. شكرا. وفرتي يا ماما، مع السلامه. يا مشيره إيه؟ انت كنتي تعزمي كل دول في البيت عندك؟ هو انتوا عندكم اكل؟ ده انت حتى جوزك جلده. جرى ايه؟ امال انا حاطاه في البيت ليه؟ مش عشان يطبخ؟ انا هستغله هيطبخ. ده انا حواليا كتير. انت بتعرف حاجه؟ فين اللي حواليك كتير دول؟ انت كمان حواليك كتير؟ روح يا رد مين، شوف الممل اللي بيتكلم في التليفون. الو الو. ايوه يا سعاد، انا مشيره. الو مين يا سعاد؟ دي ستي مشيره. قالت لك ايه؟ قالت لي الو. وانت قلت لها ايه؟ الو برضه. التليفون بيرن، شوفيها عايزه ايه. الو ستي بيقول لك عاوزه ايه. ايه قفلتها في وشك؟ ما تتكسفيش اطلبيها تاني. متخلفه؟ ده انا حواليا كتير. مالهم ولا تقسيم. يا بنت حواليك ايه وبتاع ايه؟ هادي النيله، هما فين اللي حواليك دول؟ اجري التليفون بيرن، شوفي ستك عايزه ايه، وياك تقفلي السماعه. حاضر يا سيدي. الو بنت يا سعاد، اوعى تقفلي السكه يا بنت. سامعاني يا سعاد؟ بنت يا سعاد قولي لسيدك يحضر غدا لست سبعة انفار. سبعة يا سعاد، ثمانية يا سعاد، عشرة يا سعاد. بصوابع ايديها
سعاد. انتي مرفوضة يا سعاد. ايوه. السلام عليكم. سلام يا مرادة. فين شريف؟ شريف مين؟ ها؟ مرادة ابوس ايدك، ابوس ايدك، مش انا، مش انت، انا بقى نضف بطاطس بقشره. ما تمسكليش السكين دي في ايدك تاني، انت عارف يا اخي. وبعدين ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا معزوم عندك على الغدا النهارده. مين اللي عزمك ان شاء الله؟ مراتك. ليه، بمناسبة ايه؟ يعني في مناسبة، ده عزمة 20 نفر كمان على الاكل. وبعدين ايه اللي بتسببه ده؟ ايه القرايه؟ فين اللحمه يا زين؟ لحمه فين؟ احنا معانا فلوس، احنا انا هاكل النهارده بطاطس وكوسه. انت هتاكل بطاطس وانا هاكل ايه؟ والضيوف معانهم مكان وانت كل معايا. احنا اكبر من كده، انا هتصرف. المطبخ فين؟ المطبخ فين؟ هنا اهو. طب تعالى بينا. بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه دلوقتي؟ بعمل بطاطس البريك. بريك؟ بريك افرم البطاطس. طيب بس لونها غريب قوي، ايه ده؟ حلوه حلوه، سيبها كده. تهيل عايز تتغسل لما هي هتبان كلها في بعضها، هم يتقلبها ياكلوها كويس. طبعا الامر ميه اهي. ها؟ شوف ميه. يلا 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 شدة، يلا يا سعاد. ملح ده؟ ملح. ملح ده؟ سكر. طب استنى هنا. خلاص خلاص خلاص، ما هو البهار، البهار نحط عليه البهار يعني. بص كده كده بسرعه. يلا يا سعاد القروانه. يلا يا شريف، ده كده هتضيع، هتضيع علينا الدنيا. خد الباميه. الباميه دي كوسه. معلش يعني واخد باله، بس هو خلي البطاطس في الاول، البطاطس في الوش. البقدونس. البطاطس في الوش. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. قعديهم يا سناء. اتفضلوا. البيت بيتكم. اهلا وسهلا. اتفضلوا. بقول لك ايه، انا هدخل اشوف شريف عمل ايه. ها تعالي. مش عشان البشاميل تظهر. ها؟ البشاميل تظهر بالدقيق. ما عجنتش شويه؟ لا لا، هي هتسيح. يلا يا جماعه. اهلا. ايه ده؟ البشاميل. حمية العضو في الاكل كده برضو يا شريف، ده فصل تعمله فيها. مش قايله لك عايز منافع على الاكل؟ وانا اعمل لك ايه؟ ما انت ما سبتيش مصروف البيت الصبح. مصروف البيت؟ ايه ده؟ لازم تبططها كده عشان لما تتقلي تبقى. هو انتوا ما عندكوش غير بطاطس بس؟ لا بالبشاميل. ايه؟ شوف هات البيض عشان البيض فين؟ هات الثلاجه عندي. طب يلا بسرعه يا اخوانا. حاضر. طب الحلو ايه؟ ها؟ الحلو ايه؟ بطيخ بالبشاميل. حلو بالبطاطس. بطاطس بال بالكريم شانتي. البيت بقشره؟ ها؟ ما هو هيكرش. والنبي انت لحمانه كده، انت لحمانه كده. ايه ده؟ دخل دخل. خلاص خليك بلاش. هات زيت. بلاش الخل. هات زيت من عندك. زيت زيت التلاجة. زيت. دول موظفين بتوع. دول ايه، موظفين؟ اه. انت عايزاهم؟ لا. ابقى قابلين. بس الاحمر ده كده. انا بقى جيت نحطها في الفرن ان هم يسووها في بطنهم. اهلا وسهلا بيك. اهلا اهلا. شو خبر عن اذنكم؟ يا بنت استني يا بنت، تفتكي حاجات بتجري. خلصتوا حاجه؟ خلصت يا مرمر. ايوه خلصت اهو. طب يلا نار نار. ايه ده الاول؟ صنعة عينيا وحياة ايديا. يا خلاص شم شم. شفتي؟ يلا ربنا يوفقني. ها ده ده احساس بالذنب. يلا يا ستي، اول صنف بطاطس محمرة مع بطاطس صوابع الست. دي صوابع ست؟ اه قصدي صوابع الوحش. استني يا سعاد. ها عملتوا ايه؟ يلا شيري يلا شيري بره. ايوه يا حبيبتي خش. امسكوا في الحسبه السخن. ايه ده؟ ده بطاطس بالبريك الثاني اللي خدتيه بالفريك. بالفريك بطاطس. اه شم شم يا ماما. ضربوا ايه؟ ماما هيفوق فوق. ماما ما تطلعيش. ايه
شايفه انه في ناس كتير غايبين النهارده من اولها كده يا جماعه. اصلهم بعافيه شويه يا فندم. عافيه؟ عندهم ايه؟ عندهم بطاطس يا فندم. بطاطس؟ طب ما كلنا كلنا من البطاطس. ده استهتار ودلع. امال لو كانوا تقلوا شويه في الزقلقلق وزمبقليشن كان حصل لهم ايه؟ زقلقلق بالكومبريشن. البطاطس دي كانت عزومه عشان امتحان، يعني امتحان القدرة على التحمل. احنا ياما هتقابلنا بطاطس في حياتنا، لازم ناكلها ونتغلب عليها. يا اساتذة، عايزة اقول لكم ان درس البطاطس ده عشان ناكد لكم ان احنا نقدر نعمل من الفسيخ شربات. ايوه، ومن الجاز بارفان. دلوقتي يا شيرين هانم اتفضلي قولي لهم على جدول الاعمال. المفروض ان كل رئيس قسم عنده نسخة من اختصاصاته ولازم يكون دارسها كويس قوي. وقسم التحريات هيعمل ايه؟ قسم التحريات هيعرف اسم العميل، سنه، ثروته، نقطة ضعفه، أهلاوي ولا زملكاوي. رئيس قسم الموظفين ايه تخصصاته؟ هيكونوا موجودين في كل مكتب حكومي وشعارهم إبريس تونجل. وقسم الموظفات هيعملوا صحوبية مع الموظفين ونقوم بالواجب المنزلي من فخذ اللحمة لحزمة الجرجير. لازم نفتح عيوننا كويس وتبقى كل خطوة مدروسة. الخطة النهائية هتطلع من مكتب شيرين هانم ولازم تتنفذ بمنتهى الدقة. المخ موجود والإصرار موجود وحب العمل موجود، يبقى النجاح بإذن الله هيكون موجود. أول شخصية هنبتدي نعمل عنها تحري هو أسامة بيه البحيري، رئيس جمعية حبازلة السياحية. قسم العلاقات العامة عندهم الخطة بتاعتهم، المفروض ينفذوها بسرعة ويطبقوها بمنتهى السرية. قسم الإغاثة بقى أحب أطمن عليه. جاهزين يا فندم، ودلوقتي عندنا اكبر جهاز لمكافحة الغزل وقلة الادب في المنطقة كلها. اتفضلوا هنا يا اهوان. اتفضل يا بيه، اتفضلوا تعالى افرجكم على جات ايه الورق هنا يا اول. السلام عليكم. عليكم السلام. ما تخافش بقى وخليك كويس. انا بخاف من الفراخ. ما تخافش ما بتعضش والله. ومين اللي قاعد هناك؟ لا هو ده صاحب المحل. احنا عايزين انا صاحب المحل عدم المؤاخذه. كنا عايزين فراخ من دول. من دول؟ الاسود. عدم المؤاخذه ده بط يا بيه. من ده؟ من ده اهو. ده؟ اه. حضرتك عايز من ده؟ اه من فراخ من دي. ده بيض يا سعاده البيه. بيض لسه هيفقس. طب ما نستنى. طيب. هيقعد كتير؟ انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين فراخ شمرت بدار عتقيه. ايه؟ ها يا مراد. ها؟ ما تخافش. ايه؟ ايه؟ واحده واحده. معلش. انتوا عايزين ايه بالظبط يا بهوان؟ عايز افهم. عايزين فراخ بلدي مستورده امريكاني. بالراحه، انت متعصب ليه كده؟ روق، احنا جايين ناكل. ويعني احنا جايين ناكل؟ انت هتتجوزني؟ يلا خلاص بقى شيرين. هات الملونه اللي هناك دي. ملونه ايه؟ انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين فراخ. فراخ ايه؟ تبيض. لا حول ولا قوة الا بالله. عايزين كام كيلو؟ عايزين 100 كيلو. ايه يا مراد هتلاقي دي حد دي كام دي؟ كام كيلو؟ عايزين هعطى. عايزين 100 كيلو. 100 كيلو. عشان ايه؟ عشان تكفي 100 كيلو فراخ. اه. ودي 100 كيلو طلعت كام؟ عايزينها بالعظم ولا من غير عظم؟ لا من غير عظم. اوزن بس، اوزن. انت كده بس سليم انت. استنى بقى تعالى. مطابخ شريف ومراد، مطابخ شريف. حط ايه ده؟ قشر بيض مبشور. حط ده عشان بس نعمل. استنى بقى الدقيق يا سيدي. ايه ده؟ ماله بلدة ليه كده؟
كده؟ ده مش مكتوب عليه جبس. كويس عشان يمسك. جبس كويس. جبس يمسك كويس. ده ايه؟ مش ابيض؟ ابيض. يلا احسن نار بتبقى. لا 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 يا سيدي. استنى. تحط البصله هنا؟ عشان تغير اللون. اوبا. هدلق. يلا يلا الخضار 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 خليها مفتوحة. الخضار تعال. جبس مش عايز يطلع. معلش معلش خلينا نغسله بعدين. هنحط الأول إيه؟ حط البصل. البصل. لا لا نشم مظبوط. البصل. شوف دي يا سيدي. والقلسك والقلسك والقلسك. هات عيش. كوسع كوسع. بدنجان. استنى بقى كفايه كده. لا 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 مش كفايه كده هيبوظ 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 البتنجان يخليها تمسك احلى. طيب كلمه بقى كده هي قالت في الكتاب بعد خمس دقائق. بعد خمس دقائق. خمسه اربعه ثلاثه اثنين واحد زيرو استوي. ايه ده؟ هنفتح مقله ولا هنلعب قرود؟ دوقي بس وقولي لي ايه رايك. الله طازه يجنن. ده جبتيه منين ده؟ دي اول صفقه لشركتنا. سوداني. بعد ما مشيتي على طول جالي مزارع عرض عليا الصفقه دي 20 طن مبدئيا هيبقى لنا الكيلو ب 50 قرش. طب وهنبيعهم له فين؟ احنا لا هنبيع ولا هنشتري. احنا هناخد عربون من اسامه البحيري ندي نصهم للمزارع والمزارع ينقل الصفقة لأسامة البحيري وإحنا نقبض الباقي 40,000 جنيه. وأسامة البحيري هو اللي هيبيعهم للناس؟ عشان كده لازم نجمع معلومات بسرعة عن أسامة البحيري. لازم نعرف عنه كل حاجة عشان نحتفل بأول صفقة لشركتنا الصفقة المحمصة. أربع نقلات في أربع شهور الصيف. 40 × 4 = 160,000 جنيه. عفارم عليك يا مشيرة. أهو كده ننقل السوداني ونتنقل إحنا الجو تاني. علشان كده لازم تجمعي أكبر معلومات عن أسامة البحيري. عارف انها في الساونه بتسون نفسها كل ده عقبال ما يسيح دهنها. على فكره سواء بره بيقول لك ما تنساش ميعاد الاجتماع. هاي. ايه يا حبيبي انت تعرفها؟ طبعا بلعب معاها كل يوم. يا حبيب قلبي بتلعب معاها كل يوم؟ طب ما تعرفني عليها. بسيط فتح مخ. فتح مخي. بص يا حبيبي ادي جنيه بحاله عشان تجيب غزل البنات. مينفعش عمد البيضة بربع جنيه. وتخلي الجنيه ده معاك عربون بقى والباقي بعدين. اتفضل.
حلوه ميدو. وكمان بتبوسه. يخرب بيتك يا ميدو، طالع لابوك منخلص. افهم من كده ممكن تساعدينا ازاي؟ طبعا ممكن اساعدكم، ما عندكيش فكره، ده كل الناس اللي هناك حبايبي وكل المحلات عايشه على حسي. ده انا شغاله من الباطن. يعني تقدري توزعي لنا 5 طن كل سوداني؟ 5 طن يا اختي، قولي 10 15 طن. ده انت عليكي بس ان انا ازقز، هتبصي تلاقي كل الستات والبنات هيقزقزوا ورايا يا روحي. احنا المهم اسامه بيه هو اللي يقزقز. هيقزقز هيقزقز غصب عنه، بكره تشوفي. ايه رايك بقى يا خيري بيه؟ يا سلام، ده انا خدامك. انت تقشري وانا اكل، ده لذيذ قوي والله، طعم بشكل عليه عيون. ايه تهبل؟ نعم لذيذ قوي قوي. اسم الله عليك. تحب تاكل قد ايه يعني انت مش عارفه؟ صدقني انا ما فيش حد علمني الف بيه اكل. انا مستعد اعلمك. معلش، ما هو بعدين يعني. يبقى ما اختلفناش. بابا ايه عاوز ايه؟ انا عرفت النادي عليك. ايوه عاوز ايه يعني؟ جوع، عاوز اتعشى. طب ما انا مديك 10 جنيه عشان تتعشى انت وست كوكي بتاعتك. ال 10 جنيه دي العشاء؟ لا يا كابتن، دي كانت لغاز البنات اللي كلت ست كوكي. تصوري كوكي بتاكل ب 10 جنيه؟ والله يا ابن بنات. ايوه طب وهي فين دلوقتي؟ وديتها الساونا مع ماما. مع ماما؟ طب يا حبيبي الحقهم. لا 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 لا، تعالى تعالى تعالى، دوق السوداني اللي بابا هيشتريه. اقعد يا حبيبي، برافو عليك. بتقول لك دوق مش يرزق؟ الناس تقعد هنا، خليك مؤدب، اقعد هنا. السوداني زي الزفت. نعم لذيذ لذيذ قوي. ثانية واحدة. ايوه ايه ده؟ مشكلة ساعة ساعة على الباب. ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ انا كنت باكل قطعه جاتوه. انا ما بقولش على قطعه الجاتوه، انا بقول على انت عامله في وشك. ده عسل وزبان عشان البشره بتاعتي تكون ناعمه وطريه. مش عارفه حبيبتي طول النهار واقف قدام الحلل قدام البوتاجاز، فبشرتي شققت، فجبت عصير قصب واستحميت عشان جسمي يبقى لونه اصفر. انا وانا بعمل كل ده عشان مين؟ مش عشان مراتي حبيبتي. هتبصي بس انت ملزق كده. وبعدين يا شريف، احنا مش قلنا نلم نفسنا ونربط الحزام؟ يعني هي جت على كرتون الزبادي واتنين كيلو عسل عشان وشي؟ يا لهوي. بصي بصي لزق. قوم يلا يلا، عندك الميه سخنه في الطشت عشان رجليك زي ما انا ريحتها. يا ساتر، اعوذ بالله. الواحده ترجع من شغلها تلاقي جوزها مستقبلها بضحكه حلوه بكلمه حلوه، مش ترجع تلاقيه حاطط زبادي وعسل. مين يشتري الورد مني وانا بداري واخبي؟ مين يشتري الورد مني؟ الورد ناري، خد مني وهاري. الو جاكو من باريس. ماي اوتر. الو الو ماي لاف. يا ده شومة؟ ايه يا مشيرة، مش شامة حاجة؟ ايه ده؟ ريحة صفار بيض. بيض ايه؟ انت عندك لحمية؟ ايه دي؟ ريحة؟ دي الأوضة التواليت بتاعتي، مية التواليت الجديد. بتحط مية تواليت يا شريف؟ التواليت ده حلوة حلوة. ميدن جاكوم ميدن باريس. بقول لك ايه؟ نعم. بس نور، عايزه انام. طلعت الزباله بره؟ كله تمام يا روحي. طيب. ها؟ اتاكد بس انك طلعتها. لا ده كل الزباله طلعت كل اللي. ها؟ وريني هاتي ايدك. هتعمل الايد. بس وريني ايدك بس. ادي البيضه. بس تاني يا شريف. لا ده غير الاولاني، ده غير اللي كان في السنه. ودي اللي اشتراها ودي اللي شواها. شريف بقول لك ايه؟ شريف اسمع، انا عارف حركاتك القرعه دي كويس. بقول لك ايه، ابعد عني، انا طول النهار بشتغل وتعبانه وعندي شغل الصبح بدري، خليني اتخمد. ها؟ يعني
هون عليك تنامي وتسيبيني سهران لوحدي؟ انا مالي؟ ما تسهرش، نام. ماشي. طيب، ما هما كده الرجاله كده، بقى الواحد عايز يتعشى وبعدين ما يتعشاش في الاخر. كلهم تقولي لي تعبانه تعبانه، كلهم. ما انا اعمل ايه ده؟ شيري، انت برضو خارجة؟ ايوه يا مرمر، في حاجة؟ هو كل يوم خروج خروج خروج، خلاص البيت بقى كوخة. الله الله الله، وبعدين معاك يا مراد، ايه الدلع بتاعك ده؟ هو انا يعني بخرج وبشتغل وبشقى عشان مين؟ مش عشانك انت وعشان مستقبلك؟ مش عايز فلوس، مش عايز ذهب، مش عايز الماس، مش عايز اي حاجه. انا عايز شوشو حبيبتي بتاعت زمان. بالطريقه دي يا مراد هتاخرني عن ميعادي. ده انا عندي صفقه كبيره، يا سلام لو كسبناها يا مرمر. تعرف هجيب لك ايه؟ هجيب لك خاتم يستاهل صوابعك الحلوه اللي زي صباط الموز دي. بقى انا حارق نفسي طول النهار في شغل البيت، وانت كل شويه تخرجي تخرجي وتعملي مناظر وتغيري جو مع اصحابك. مراد، اخر مره اسمع منك النغمه دي. يظهر ان انا حناني عليك وتساهلي معاك زياده عن اللزوم جاب نتيجه عكسيه. يا خساره يا خساره يا خساره. وحشه وحشه وحشه، انت يا مغدر. شوفي انا ما اتزحلقش ابدا. ما عاش اللي يزحلقك يا بحيري بيه. يعني ايه مش موجوده؟ بقولك ايه، هتمشوا معايا عدل نبقى حبايب، ما مشيتوش معايا عدل وتعاقبتوا اتعود معاكوا قوي. صدقني يا بحيري بيه، حقك محفوظ وفوقه كمان 100 بوسه. انا مش عايز غير ال 100 بوسه دول. لا لا لا، ال 100 بوسه دول لرشا هانم، اما انت زي ما قلت لك حقك محفوظ. يعني ايه؟ يعني انت معزوم بكره على العشاء. جو رومانسي، انما ايه، يجنن، ورقص ومزيكا. شوف انت ايه بقى اللي هيحصل. مشيره اللي قالت لك كده؟ طبعا، دي اكدت على كده. الساعه كام؟ 9:30 بالظبط. 9:30 بالظبط، ان شاء الله. وقلنا بكره هقابله، بكره وبعدي، بكره وبعدي بعده. ملذات وحلويات، يا سلام. ايه يا زبده، يا زبده مسيحه عقلي وقلبي. اضرب. ايه اللي جرالك؟ يلا يلا نرقص، تعالى نقوم نرقص. وماله؟ نرقص ونشخلل ونهيص. يا جميل ترجمة
اهدى بس وفهمني، ماله مترو الانفاق؟ مترو الانفاق جاي هنا عشان يمسح بيا البلاط ويسحقني. هدي نفسك بس، انا مش فاهمه حاجه. اطلبي الجرسون. علي صوتك. اطلبي الجرسون. مالك وانا اطلبه ولا ليه؟ هو انا اللي هدفع الحساب ولا ايه؟ انا عايز اعرف مين انتص في نظره ووقع في غرامها. غرام مين؟ انا مش فاهمه حاجه. اكيد اكيد واحد وقع سهوا، سقط سهوا من الرجاله. انت بتبص ناحيه هناك ليه؟ انت تعرف الست دي؟ انا اعرف كل دول، دي ما يقضيهاش 15 من عينتي. طب بقول لك ايه، خلينا في المهم الاول وامضي لي القرار. قرار ايه؟ قرار ايه وباب ايه؟ نعم، انت نسيت صفقه السوداني. انا استني لما اشوف الصفقه دي. لا، مفيش غير صفقه الموت. هو الموت بيدي، قرار واحد، قرار الموت. تعالى بلا، تعالى بلا، تعالى هنا يا وليا. ها؟ مين؟ بحيري. ايوه بحيري، ايوه يا رجل. بح 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 بحتي. بحتك ميدو. طبعا ميدو، ميدو الادب. صحيح اباط اليومين دول ما لهمش امان. ما خدتش امك ورحت على الثونه ليه؟ رحنا الثونه بس الولاد حبوا يفتحوني. يفتحوني؟ يسهروني. يا مسحرني وضيتك اهو. اه 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 الاول قبل ما اه 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 يا 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 اه ينصر دينك يا رشا هانم. مش قلت لك يا حبيبتي سيبيني عليه وانا سيحه. اتفضلي، خاتم مني ليكي لو انه مش قد المقام. بس المهم انه رفض يمضي القرار. ولا يهمك، وراكي ست رجاله وانا السابع. متشكره يا ميدو. يعني هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، بكره ميدو يبشرك في التليفون. وليكي عليا مش هخليه يمضي القرار، ده هيبصمه بالعشره. حلو جميل، ينصر دينك يا ميدو، ما يجيبها لعيالها. امال ايه؟ مبروك علينا ال 200,000 جنيه. 200,000 الا شويه. وهم دول شويه؟ كويس قوي، احنا كل اللي عملناه ايه؟ سلمنا واستلمنا وقبضنا. دلوقتي معانا خميره كبيره نقدر نعمل بيها مشاريعنا التقيله. ايوه يا تقيل يا جامد انت. صباح الفل. الرز مش فاضي ينضف. انت اللي مش عارف تنقي. مساء الخير. مساء النور. مراد. ايه ده؟ ايه يا مراد اللي انت عامله في نفسك ده؟ عامل ايه؟ عامل معايشه مع الشخصيه. مش بقالي فتره قاعد في البيت؟ اللبس ده بقى يريحني،
اطمني يا ست هانم، الطبيخ خلص، هدومك اتغسلت، باروكاتك اتكوت، جزمك اتلمعت، في ايه تاني؟ طب يلا يلا خد حمام وغير هدومك وتعالى هنخرج بره شويه، هفسحك واجيب لك كل اللي انت عايزه. ايه ده؟ بجد؟ ها؟ بجد؟ اه طبعا، بس ايه ده؟ انا لما افرح اعمل كده. طب يلا طب يلا يا حبيبي، عايز تروح فين؟ هتيجي معانا؟ اه طبعا. هتروحي فين؟ انت عايز تروح فين؟ زي ما انت عايز. نفسي نروح ناكل درة وانا امص قصب. انا جوزي بقى لما يتزني الاقيه جاي ومعاه دي يا اختي، ومن غير مناسبة لما يكون عامل عاملة سودة ضميره يأنبه وتبتدي الهدايا. يا ده معقولة لما يزيني يجيب لي مراته هدية؟ انت سمعت اللي سمعته ده؟ اه. وانا اقول امي كانت بتجيب لابويا هدايا كتير ليه بدون مناسبة كده؟ اكيد عملت عاملة سودة. طب يلا بينا نقوم لحسن صوت البط بيفكرني بصوت عيلة مراتي. الحساب ولا بعدين؟ يلا بعدين. رأيك يا حبيبي في الساعة الجميلة دي؟ عشان مين يساعدي؟ عشانك يا حبيبي، هو انا ليا في الدنيا اغلى منك؟ ايه بمناسبه ايه يعني؟ ما مش لازم يكون في مناسبه، هو في اجمل من الهدايا اللي من غير مناسبه. الهديه رقم واحد، ساعه ذهبيه بدون مناسبه. في عندك لسه فندي؟ اه، تعالى هنا، تعالى كده. بكام الكيلو بقى؟ 65. احنا لسه جايبينه ب 75. ايه اللي غلاه كده؟ انا عارف ولا ايه ده؟ بربع جنيه هو الراجل ماشي. خد صرف 75. خلاص لا ده هاتها. اوزن 7 8 5. ايه ده؟ مش دي مراتي اللي هناك دي انا؟ معقوله؟ اه شايلين دي مشيله؟ انت ابو من؟ انا عارف يا سيدي، ما المساله بليه مشيت معاهم. خد حط دول سنة. انا وحشتني قوي قوي، تعال هنشوف كده. انزل اصحى، انزل لو سمحت. انا تعالى تعالى بس. انت مين قال لك علق الصوره دي بتاعت مراتك؟ هلوم بتعيش يا فندم. لا لا الصور دي غلط، لا الصور دي لازم تتشال. ايه يا فندم؟ ايه يا فندم؟ ايه عاوز ايه يا فندم؟ اسكت بس اسكت. لا لا ما باكلش يا فندم، انا عاوز هلوم بتعيش يا فندم. تعالى انت انا هتفاهم معاك. ايه يا فندم؟ ايه يا فندم؟ تعالى يا فندم. انت يا فندم، انت يا فندم، انت يا فندم، انت يا فندم. ايه؟ دي صورة مرات اتعلقها ازاي في الشوارع؟ انزل قطع قطع دي. هي فنانة؟ قطع. انا هروح اجيب البوليس ولا تطلب اي حاجة؟ خد اطلعوا في يا شاويش. شاويش ايه؟ بس اطلع اطلع انت دي. انا هطلع. يا شاويش كان فارغ. يا شاويش مشيرة القاضي وفين شيرين السماح؟ انا شيرين السماح. وانا مشيرة. في ايه حضرتك بالظبط؟ احنا لفينا مصر كلها عليكم، ولحد ما قالوا لنا في الشركة انكم هنا. ليه خير؟ حصل ايه؟ في اتنين متشردين بيدعوا ان هم ازواجكم. ازواجنا؟ ده احنا ارامل. اه وقبلها كنا عوانس. انا مشيرة القاضي، المرأة الحديدية تتهزق كده قدام العمال والمهندسين؟ ولا انا يقولوا لي جوزك متشرد. كنا قصرنا معهم في ايه؟ ده احنا مش حرمينهم من حاجه، لبس بنلبسهم واكل بناكلهم، حتى الهدايا بنجيبها لهم. عايزين ايه تاني بقى؟ هو ده رد جميل؟ هو ده رد جميل لنا؟ بدل ما يشكرونا ويبوسوا ايديهم ووش وظهر على انهم متجوزين اتنين زينا يقوموا يعملوا كده؟ روانة استنى كوكي. خش.
ابتديت احس اني ما بقتش ست. والله عندك حق، انا خايفه اصحى الصبح الاقي في وشي شنب. طب ايه رايك بقى لو نعدل الخطه الخمسيه اللي جايه؟ قصدك 4-2-4؟ لا، بطريقه 7-2-1، تركيز على الدفاع. احنا ما نقدرش نستغنى عنهم ابدا يا مشيره. طبعا اصون كرامتي من قبل حبي، أصون كرامتي من إيدين زمان دي نسينا. مين حضرتك؟ اخفى عليك يا مراد، مش عارفني ولا ايه؟ انا شيرين حبيبتك. وايه لا سمح الله الانوثه دي والرقه دي كلها من امتى؟ ازاي بقى، انا طول عمري رقيقه. مش انت جوزي حبيبي؟ انا؟ طبعا. معقول اللي انت بتعمله ده يا شريف؟ طب ده انت اغلى حاجه عندي. ما هو باين وواضح. مش فاهمه بس انت ايه اللي مزعلك مني؟ الوضع البايخ اللي انا فيه ده يا ست، يعني الحق عليا ان انا وقفت معاك في ازمتك؟ ما تحاوليش تأثر عليا يا مشيره. يعني تقدر تنكر ان انا انقذت موقفك؟ لا دلوقتي خلاص بقى هتبقى حاجه تانيه خالص، وانا كمان هبقى حاجه تانيه، عشان احنا الاتنين مستنيين هنا دنيا تانيه. ايه ده؟ انت بجد؟ والله هنا فيا؟ يعني انا هبقى وانت هتبقي؟ ايوه. واحنا الاثنين طب اقفل يا حبيبتي، اقفل. لا اقعدي اقعدي، بسم الله الرحمن الرحيم، بسرعه. لا اقعدي اقعدي، لا مش قوي عشان ما تفطسوش. المستقبل ده كرشك، ما انت بتموتي في الاكل. كرشي ايه؟ انا مستقبل ابننا. ابننا؟ ايوه انا حامل. حامل؟ حامل؟ ايوه حامل. حامل حامل؟ ايوه حامل. ازاي ومن مين؟ من مين؟ من امتى يعني؟ مش عارفه. يعني طب اشوف. شوف ايه بقى؟ محطوط فين؟ انا حاسه. طب قومي قومي. اروح فين؟ لازم اطمن عند الدكتور بنفسي. ما ينفعش، انا رحت انا وشيرين كذا مره، لقينا العياده بتشغل ستات واقفين لحد باب العماره. هي شيرين راح حامل؟ حامل. طب انا يعني هبقى اب؟ انا مش مصدق عيني، انا مش مصدق عيني. وريني هبقى اب. قومي قومي، انا هروح احجز لك بالقوه. قوه ايه بس؟ لازم الطبيب يشوفك بنفسه. عايز تذكرة؟ طبعا. احنا جايين مظبوط مش كده؟ لا هي العيال حوامل اهو. انا اعصابي على الاخر، بطني مكركبة. لا امسك بطنك، امسك لحسن حاجة. ايوه يا جماعة رايحين فين؟ لو سمحت عايزين معاد مستعجل لو سمحت. ليه خير؟ اخيرا هنخلف الحمد لله. فعلا ده احنا عصبنا على الاخر. ده احنا خلاص يعني يا دوبك شويه. طيب اتفضلوا ارتاحوا، هكلم الدكتور حالا. اتفضلوا ارتاحوا. الحمد لله بس احنا حالتنا. ايه في بره؟ مدهش. مش معقول. ده 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 اعجاز. دي اول حاله من نوعها في العالم في التاريخ كله. وانا انا هحط تاريخ بجد على
عليهم وتوقفوا. اهو روح امسكيه بره كده مني. اوعي تقولي ايه ايه. الو الو ثواني والدكتور هيشوفكم حاجه. على اخر الزمن الرجاله كمان هتخلف. اشمعنى بقى مش كل واحد يخش في دوره؟ يا خرابي حوامل يا مصيبتي. معقوله مش باين عليهم؟ مش لو شفنا ده باين عليهم. صحيح الجدع اللي قاعد ده يا اختي بطنه كبيره يخيبك راجل. انا عارفه يا اختي هيرضعوهم ازاي. عارفه يا اختي ايه ده؟ ايه على فين يا جماعه؟ لا هنمشي اصل نفسي غنى عليا وانا حسيت ان عايز اشرب تمرين. الدكتور هيشوف. ايه 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 عاملين دوشه ليه؟ مفيش اي حاجه. لا اصل في سوء تفاهم. لا مفيش حاجه كله هيبان في كشف. كل خير ان شاء الله. كشف هو بيجي يحجز بيكشف. اتفضل على اوضه الكشف كله هيبان كل خير. لا اصبرش وراهم هنوهم. رجالتكم حوامل. انا راجل دكتور ومسؤول عن الكلام اللي بقوله. يا دكتور ازاي دخل لحوامل؟ ايوه يا دكتور حضرتك فهمت غلط. كل الحكايه ان لما بيبقى الحب شديد بيني وبين جوزي فلما ببقى انا حامل هو اللي بيحس باعراض الحمل. يا دكتور مش كده يا مراد؟ اطلع منها انت بقى الله يسترك. احنا ما صدقنا. اطلع منها. في عيانين فوق. جنبكم على جنبكم. مش هتخش التاريخ. مش عايزين. مش هتخش. خش انت. الحب اللي بينا ده حب حقيقي. عرفتوا ان احنا مالناش غنى عنكم؟ ولا احنا لينا غنى عنكم. اجيبي